بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. أنا وضعت خطة لهذا المجلس، ما الذي سندرسه سويا، أو ما الذي سنخرج به من هذه الدقائق أو هذه الساعات التي سنقضيها سويا إن شاء الله تعالى. في المحاضرة الأولى هذه سنتحدث عن خلفية تاريخية للإمام الماتريدي وتفسيره، لما أن الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية لها أثر في تدوين المفسر لتفسيره، من حيث اهتمامه بقضايا معينة أو بعده عن قضايا معينة. وهذا ما يعرفه الدارسون للعلم علوم القرآن بالإشكال الواقعي، الإشكال الواقعي في التفسير، يعني إلى أي مدى أثر الواقع على المفسر بحيث يتناول قضايا معينة، أو بحيث يهتم بقضايا معينة، أو بحيث يزيد البيان في قضايا معينة، وهكذا. فلذلك الدراسة التاريخية التي أو الجزء التاريخي للتعرف على التفسير مهم للغاية، لا ينبغي أن يغفل. وسنجد إن شاء الله تعالى بعد تعرفنا على الظروف التاريخية التي نشأ فيها الإمام الماتريدي، وعلى التيارات الفكرية التي كانت موجودة في عصر الإمام الماتريدي، كيف أثرت على إنتاج الإمام الماتريدي للتفسير، بحيث يظهر هذا التفسير بهذه الصورة التي هو عليها الآن. فاليوم إن شاء الله نتحدث عن هذه الخلفية التاريخية، ثم في المحاضرة التالية بإذن الله، يعني أنا وضعت برنامج لأربع محاضرات فقط، ثم كل شهر إن شاء الله أخبركم ببرنامج الشهر. المحاضرة الثانية إن شاء الله تكون عن علم التفسير في عصر الإمام الماتريدي، وتصنيفات التفسير في عصر الإمام الماتريدي، والسر في تسمية الإمام الماتريدي لتفسيره بتأويلات القرآن. لما لم يسميه مثلا تفسير القرآن العظيم كما فعل ابن كثير مثلا؟ لما سماه تأويلات القرآن ولم يسميه تفسير القرآن؟ ولما اختار لفظ تأويل؟ وما معنى كلمة تأويل عند الإمام الماتريدي؟ هذا إن شاء الله نتناوله في المحاضرة القادمة. المحاضرة التي تليها إن شاء الله نتحدث عن الإمام الماتريدي، من هو الإمام الماتريدي، مكانة الإمام الماتريدي، شيوخه، تلاميذه، أفكاره، جذور منهجه الفكري، أين يستقي أفكاره، ما مصادره، إلى آخره. ثم في المحاضرة الرابعة إن شاء الله نتحدث عن الخطوط العريضة، القواعد الكبرى التي تحكم عمل الإمام الماتريدي في تفسيره. إذا انتهينا من هذه المحاضرات الأربعة إن شاء الله واستبعدنا معانيها، ندخل في المحاضرة الخامسة بإذن الله تعالى في قراءة التفسير. طبعا التفسير كبير جدا، يعني هو يعني يقترب من 20 مجلدا في طبعة دار الميزان في تركيا هنا، وهو 10 مجلدات في طبعة دار الكتب العلمية من الحجم الكبير. فقراءته جميعا على طريقة قراءة المتون والحواشي وكذا ستكون مرهقة وستأخذ زمانا طويلا، لذلك سنحاول إن شاء الله في قراءتنا للتفسير أن آمل أن احنا نعطي لحضراتكم منهجية لقراءة التفسير، بحيث تأخذون مفاتيح هذا التفسير، مفاتيح أفكار الإمام الماتريدي، بحيث تغوصون أنتم إن شاء الله تعالى بعد ذلك في هذا التفسير، ولا تحتاجون لي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لو أردنا أن نتحدث عن الخلفية التاريخية للإمام الماتريدي، سنجد أن الإمام الماتريدي رحمه الله
عاش في الفترة التاريخية التي تسمى في التاريخ الإسلامي بالعصر العباسي الثاني. العصر العباسي الثاني تدرون العهد النبوي جاء بعده عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذا العهد استمر 30 عاما تقريبا. ثم جاء بعده العهد الأموي الذي حكمت فيه الأسرة الأموية، واستمر هذا العهد 100 عام تقريبا. ثم العصر العباسي الأول، ثم العصر العباسي الثاني. العصر العباسي الثاني تاريخيا يبدأ من سنة 232 وينتهي تاريخيا سنة 656 مع دخول التتار لبغداد. يمكن أن أكتب لكم هذا. فهذه هي الحسبة التاريخية التي عاش فيها الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. معرفتنا بهذه الحقبة وظروفها يفيدنا كثيرا إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذا. لو أردنا أن احنا نتعرف أيضا بصورة إجمالية عن المنطقة التي كان يعيش فيها الإمام الماتريدي، بحيث نتعرف على ظروف نشأة الإمام الماتريدي تاريخيا وجغرافيا، سنجد أن الإمام الماتريدي كان يعيش في منطقة تسمى إقليم المشرق. إقليم المشرق، إقليم المشرق هذا كان يطلق على المنطقة التي تقع في وسط آسيا، وهذه المنطقة كانت تنقسم إلى جهتين أو جانبين كبار. الجانب الأول كانوا يسمونه ما وراء النهر، الجانب الثاني من منطقة أو إقليم المشرق كانوا يسمونه خراسان. إذن إقليم المشرق الذي عاش فيه الإمام الماتريدي رحمه الله في منطقة ما وراء النهر. عندما نقول ما وراء النهر، ما معنى كلمة ما وراء النهر؟ ما هو النهر؟ النهر هو نهر جيحون، نهر جيحون. وهذا النهر، هذا النهر كان هو الفاصل بين الشعوب المتحدثة باللغة التركية والشعوب المتحدثة باللغة الفارسية. لا أدري هل عندكم تصور للخريطة، خريطة العالم الإسلامي أو لا؟ يعني إذا أردنا أن نرسم خريطة العالم الإسلامي سنجد أن هذا هو البحر المتوسط، وهذا هو البحر الأحمر، هذه هي مصر، وهنا تركيا، أليس كذلك؟ عندما نمد الخريطة هكذا سنجد هنا الجزيرة العربية، أليس كذلك؟ هنا العراق، هنا إيران. لما وضع النهر نهر جيحون هنا في هذه المنطقة فوق وشمال إيران. فالإمام الماتريدي نشأ في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. المنطقة أو البلدة التي نشأ فيها الإمام الماتريدي هي سمرقند. فالإمام الماتريدي رحمه الله عاش ومات في سمرقند، وسمرقند كما قلنا من بلاد ما وراء النهر، من بلاد ما وراء النهر، يعني ما وراء نهر جيحون، نهر جيحون. هذا النهر كما قلنا يفصل بين الشعوب المتحدثة بالفارسية والشعوب المتحدثة بالتركية. وسمرقند كانت قبل النهر، كانت قبل نهر جيحون. عندما نقول هذا هو نهر جيحون، فسمرقند كانت تقع هنا قبل النهر. فلذلك عندما تقرؤون في تفسير الإمام الماتريدي رحمه الله ستجدون أن الإمام الماتريدي يستخدم بعض الألفاظ الفارسية في هذا التفسير، وستجدون أيضا أن الحكام الذين حكموا هذه المنطقة في هذه الفترة التاريخية كانوا يعملون على إحياء اللغة الفارسية مرة أخرى. من الأمور العجيبة تاريخيا، لا أدري هل لاحظتم هذا أو لا، إن هذه المنطقة لما دخلها الإسلام، هذه المنطقة لما دخلها الإسلام تغير لسانها وصارت تتحدث اللغة العربية. وهذه المنطقة، منطقة مصر وما بعدها، دخلها الإسلام في نفس الفترة التاريخية تقريبا التي
دخل الإسلام هذه المنطقة، لكن اللسان المصري لم يتغير إلى العربية إلا بعد 3 قرون تقريبا. يعني المصريون كانوا مسلمين لكنهم لا يتحدثون اللغة العربية، ولم يكن غالب المصريين من المسلمين إلا بعد مرور تقريبا 350 سنة. منطقة إيران وما وراءها تحدثوا اللغة العربية، لكن الذي حدث أنه في الوقت الذي بدأت منطقة شمال إفريقيا تتحدث اللغة العربية ويتعود لسانها على اللسان العربي وتتحول إلى اللغة العربية، كانت هذه المنطقة ترتد عن اللسان العربي وظهرت النزعة الفارسية التي أحيت اللغة الفارسية مرة أخرى. وهذا ما كان يضطر الإمام الماتريدي رحمه الله لأن يحتاج في بعض دروسه، والتفسير كما ستعلمون معي إن شاء الله التفسير كان إملاء، يعني الإمام الماتريدي كان يجلس مع طلابه كما نجلس الآن ويملي على طلابه التفسير. وأنتم تعلمون أيضا أن الأستاذ لا يحتاج للتعبير بغير اللغة التي يتحدث بها إلا إذا كانت هناك ثقافة معينة بدأت هذه الثقافة تنتشر في الناس، فيحتاج لتوضيح بعض الكلمات الصعبة ليستخدم مكانها كلمات أخرى في لغة أخرى. فكان الماتريدي يفسر بالعربية نعم، لكن مع انتشار وتشجيع أمراء هذه المنطقة لنشر اللسان الفارسي كان يحتاج في دروسه لتوضيح بعض الكلمات باللغة الفارسية. فكانت هذه المنطقة طبعا مما تريدي كان يتحدث العربية بطلاقة لا بأس، لكن كان اللسان الفارسي ينتشر شيئا فشيئا، ثم انتشر بعد ذلك وتحولت هذه المنطقة عن اللسان العربي حتى يومنا هذا. إذن الإمام الماتريدي رحمه الله عاش في سمرقند، وسمرقند تقع قبل نهر جيحون. نهر جيحون كان هو النهر الذي يفصل بين المتحدثين بالفارسية ومتحدثين بالتركية، لذلك أنا في بعض بحوثي رجحت أن يكون الإمام الماتريدي رحمه الله من أصل فارسي. يعني هناك الدكتور بكر طوبار رحمه الله في تحقيقه، بكر طوبار الأغلو تعرفونه، في تحقيقه لكتاب التوحيد رجح أن يكون الإمام الماتريدي من أصل تركي. لماذا؟ لأنه عنده بعض التراكيب اللغوية التي تتفق مع تركيب اللغة التركية، لكن هذا الكلام الحقيقة عليه إشكالات. الإشكال الأول أنه ما أدرانا أن اللغة التركية القديمة هي اللغة التركية الحديثة، وهل هي نفس التراكيب أو فيها اختلاف؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك شواهد موضوعية وتاريخية تقول إن الإمام الماتريدي رحمه الله ليس من أصل أو من عرق تركي، وإنما هو من أصل فارسي. وطبعا هذا بحث تاريخي لا يفيد، لا يقدم ولا يؤخر. الأمة الإسلامية كما استعلمون الآن المنطقة، منطقة سمرقند التي عاش فيها الإمام الماتريدي، كانت منطقة مليئة بالعرب والفرس والأتراك والهنود. لم تكن هذه الحدود التي نعيش فيها الآن موجودة قبل ذلك. كان المسلم ينطلق من غانا ويصل إلى فرغانا دون أن يسأله أحد إلى أين ستذهب وإلى أين وإلى أين وماذا ستركب ومن أين أنت وكيف تقيم هنا. لم تكن هذه الأمور موجودة، وبالتالي يعني من الناحية العملية هذا لن يؤثر ولن يفيد كثيرا، لكن من حيث التحقيق التاريخي فالإمام الماتريدي رحمه الله تعالى كان يتحدث الفارسي واستخدم بعض الكلمات الفارسية في تفسيره، وهو كما رجحت من أصل فارسي. إذن عاش الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى في سمرقند من بلاد ما وراء النهر، وبلاد ما وراء النهر تقع في إقليم المشرق. هذا الإقليم الذي هو أو كان يشتمل على جانبين، ما وراء النهر التي يعيش فيها الإمام الماتريدي، ومنطقة خراسان التي هي جانب آخر في هذا الإقليم. قلنا إن الإمام الماتريدي عاش في العصر العباسي الثاني، وهذا يفيدنا كثيرا. فالعصر العباسي الثاني نعم كانت الخلافة العثمانية
تحكم العالم الخلافة أصلاً الخلافة العباسية أو الخلفاء العباسيون يحكمون العالم الإسلامي كله، نعم، لكن في الوقت نفسه عرف هذا العصر ما يعرف بالولايات المستقلة، فكان كل حاكم يسيطر على منطقة ويحكمها وله صلاحيات مطلقة، يعني كان الحكم في هذه الفترة يشبه الاتحاد أو الحكم الكونفدرالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كل حاكم يسيطر تماما على منطقته. أما الخليفة فكان يدعى له على المنابر، الخليفة كانت ترسل له جزء من الأموال، الخليفة كان يعقد، هو الذي يعين حاكم المنطقة وهو الذي يعزله. فهذه الولايات المستقلة، ما الذي سيفيدنا معرفة هذه المعلومة، ما الذي سنستفيده من معرفة هذه المعلومة؟ وجود هذه الولايات المستقلة أوجد تنافسا بين هؤلاء الأمراء، فأصبح كل أمير يريد أن يجتذب أهل العلم إلى بلدته إلى منطقته، وصار الأمراء يغدقون الأموال على العلماء. فالإمام الماتريدي رحمه الله عاش في ظل إمارة السامانيين. إذن عندنا دائرة كبيرة تسمى الخلافة العباسية، داخل هذه الدائرة الكبيرة عدد من الولايات، منها دائرة صغيرة اسمها الإمارة أو دولة السامانيين. دولة السامانيون أو دولة السامانيين استمرت من سنة 261 إلى 338 هجرية، أي أن الإمام الماتريدي عاش غالب عمره تحت حكم السامانيين. طيب، ما الذي سنستفيده أيضا من هذه المعلومة؟ عندما نتعرف على أمراء السامانيين سنجد أن منهم مثلا نصر ابن أحمد الثاني. نصر ابن أحمد الثاني، نصر ابن أحمد هذا يقال إنه تأثر بالمذهب الإسماعيلي، والمذهب الإسماعيلي مذهب شيعي كما تعلمون، يدعي أن أهل البيت معصومين ويصلون بالأئمة المعصومين إلى 7 بخلاف الشيعة إيران وكذا، يصلون بالأئمة المعصومين إلى العدد 12. فيقال إنه تأثر بهذا المذهب، وهذا كان له صدى في أمرين. الأمر الأول أن الإمام الماتريدي في تفسيره لبعض آيات القرآن كان يرد على مذاهبهم، لأن الإسماعيلية في تصنيف علماء الفرق يعدون من الباطنية، الباطنية أي الذين يصرفون ظواهر الألفاظ عن معانيها. الأصل كما تعلمون هو أن تفسر ألفاظ القرآن وفق ظاهرها، ولا يصرف عن الظاهر إلا لدليل. فإذا قلت لك رأيت بحرا، فالمتبادر إلى الذهن ماذا؟ هذا الماء الذي بين شاطئين. فإذا قلت لك، ثم إذا قلت لك رأيت بحرا يخطب في الناس، إذا كلمة بحر الآن صرفت عن ظاهرها، ما الذي صرفها عن ظاهرها؟ قرينة أو سياق ماذا؟ يخطب في الناس. طب هل تستطيع قبل أن أقول يخطب في الناس أن تصرف كلمة بحر عن ظاهرها؟ لا تستطيع. إذا فعلت ذلك فأنت تتلاعب باللغة. الباطنية فعلوا ذلك، كانوا يتلاعبون باللغة، يصرفون الألفاظ عن ظواهرها إلى معاني معينة. وبالتالي الإمام الماتريدي وغيره من علماء الإسلام ردوا على هؤلاء، فكان هذا له صدى في تفسير الإمام الماتريدي من الناحية العلمية. من الناحية الأخرى، الإمام الماتريدي أيضا له مواقف، عندما تقرؤون في حياته مواقف سياسية، أنا أرجح أن تكون هذه المواقف مع هذا الأمير بالذات، هذا الأمير الذي يقال إنه اعتنق المذهب الإسماعيلي، وستتعرفون على بعض هذه المواقف إن شاء الله تعالى عندما أتحدث عن حياة الإمام الماتريدي. فلماذا أقول لحضراتكم هذا الكلام؟ لأؤكد على معنى أن المفسر ابن بيئته، وأن طريقة بيان المفسر لآيات القرآن وتناوله لمواضيع معينة
واشتباكه مع واقع معين وتأكيده على مسائل معينة لابد أنه سيتأثر ببيئته التي نشأ فيها. وإذا لم يفعل ذلك المفسر الحقيقة يكون لم يؤدي الأمانة، لأنه كل عصر يحتاج إلى تفسير للقرآن، وينبغي على المسلمين أن يجدوا دائما في القرآن الإجابات التي تعينهم على أن يعيشوا في كل عصر من عصورهم مسلمين كما أراد الله سبحانه وتعالى. من الذي سيقوم بهذه المهمة؟ المفسر. فلذلك ينبغي على مفسر القرآن ألا ينفصل عن واقعه الذي يعيش فيه. وهذه النقطة التي كنا لحضراتكم إنها سميت به أو تسمى في بعض البحوث بالإشكال الواقعي في تفسير القرآن. طيب، يبقى هذه إطلالة سريعة على البيئة التي عاش فيها الإمام ماتريدي من الناحية السياسية، سواء في الدولة العباسية الكبرى أو في دولة الساسانيين. عندما ننظر إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعصر الذي عاش فيه والمنطقة التي عاش فيها الإمام ماتريدي أيضا، ستعطينا دلالات من خلالها نفهم بعض ما فسره الإمام ماتريدي في تفسيره. الإمام ماتريدي عاش في سمرقند، وسمرقند منطقة لم تكن صحراوية، لم تكن منطقة صحراوية، وإنما كان أهلها أهل ترف، أهل نعيم. لذلك ستجدون مثلا الإمام ماتريدي في تفسيره لبعض الآيات يقول عندما يذكر القرآن مثلا الفواكه، عندما يذكر القرآن مثلا الخيام، حور مقصورات في الخيام. الخيام كلمة تناسب البدو أو من يعيش في الصحراء، لأن الإمام الماتريدي من سمرقند لا يعرف الخيام ولم يعش في الخيام، وبالنسبة له العيش في خيمة ليس ترفا، فكيف سيفسر هذه الآية الإمام الماتريدي رحمه الله؟ سيفسرها وفق ما ترباه عليه، ويقول إن هذه الآية كانت تخاطب العرب باللغة التي يفهمونها، وكانت تشوقهم إلى أمر هم يتوقون إليه. فليست الخيام نص في أن الجنة لا بد أن يكون فيها خيام، وإنما فيها ما تشتهيه الأنفس. فإذا اشتهت الأنفس خيمة أتاها خيمة، إذا اشتهت الأنفس قصرا أتاها قصر، وهكذا. إذن معرفة أيضا البيئة الاجتماعية التي عاش فيها المفسر مهم جدا في التعرف على طريقته في التفسير. أيضا من الأمور الهامة التي ينبغي أن نعرفها أنه في عصر الإمام الماتريدي بدأت العلوم الإسلامية تتمايز، بمعنى آخر أن العلوم في أولها منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقل شفويا، كانت تتناقل شفويا. ثم حصل في تاريخ الإسلام ما يسمى بعصر التدوين. هذا العصر أرخ له الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء، فقال في سنة 43 شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير. يبقى احنا عندنا حد فاصل بين تاريخين مهمين، ما قبل سنة 143 بعصر الرواية الشفوية، نقل العلوم شفويا، ثم ما بعد سنة 143 صار التدوين هو الغالب. طبعا ليس معنى هذا انه لم يكن هناك تدوين، لكن الحكم دائما، واخواننا الفقهاء عارفين هذا الكلام، انه الحكم دائما للغالب والنادر لا حكم له. فعندنا الان هذا حد تاريخي فاصل 143، ثم عندنا قبل ذلك عصر الرواية الشفوية، ثم بعد ذلك عصر التدوين. هل وجد هنا تدوين؟ الإجابة نعم، لكنه لم يكن الغالب.
هل وجدت هنا رواية شفوية؟ الإجابة نعم، لكنه لم يكن أيضا الغالب. طيب، إذا انتقلت العلوم من الرواية الشفوية إلى التدوين، وحصلت ظاهرة أخرى من أعجب الظواهر في تاريخ المسلمين، وهي أن صار حملة العلم في الأمة الإسلامية من غير العرب. يعني بالرغم من أن القرآن نزل بلسان عربي، بالرغم من أن حملة الإسلام الأوائل هم الصحابة، هذا الجيل الرباني الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تقريبا 120 ألف صحابي. طبعا لم ينقل العلم عن كل هؤلاء الصحابة، وإنما نقل العلم تقريبا عن ما يقرب من 1000 صحابي. هؤلاء هم المذكورون تقريبا، يزيدون قليلا يقلون قليلا، هؤلاء هم الذين نقل عنهم العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المذكورون في كتب الحديث والرواية. ولم يكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا على مرتبة علمية واحدة، وإنما كان فيهم العالم وكان فيهم العامي. عندما نقرأ مثلا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، سنجد أنه يقول أشهر المفسرين من الصحابة 10. إذن أبرز الصحابة الذين اعتنوا بعلم التفسير 10، ولم يكن 1000 جميعا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إذن الصحابة كانوا يتميزون في العلم، وليس معنى أنه صحابي أنه بالضرورة قد علم كل شيء. إذن توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العدد الكبير من الصحابة، انطلق هؤلاء الصحابة في الأنصار، ثم حمل العلم عن هؤلاء الصحابة تابعون ثم تابعوا تابعين، وكان الغالب على حملة العلم من بعد الصحابة الموالي. وكلمة الموالي مفردها مولى، مفردها ماذا؟ مولى. والمولى في اللغة العربية معناها المعين، معناها الناصر، معناها المعاون. ولأن كلمة المعين تنطبق على من هو فوق السيد، فالسيد يعين خادمه بالمال، وتنطبق أيضا أو تطلق أيضا على الخادم الذي يعين ماذا؟ سيده بالخدمة. أطلقت هذه الكلمة على السيد والعبد، فالسيد يقال له مولى والعبد يقال له مولى. لذلك في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خادم رسول الله وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه، القرآن قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال في الحديث من كنت مولاه فعلي مولا. يبقى إذن تطلق هذه الكلمة على ماذا؟ على السيد وعلى العبد. القصد هنا إنه إحنا أمام ظاهرة تاريخية عجيبة من ظواهر الإسلام. هذه الظاهرة هي إنه هذا الدين لم يصبح حكرا على العرب، وإنما بمجرد دخول الإسلام إلى البلدان التي حول الجزيرة العربية. يعني عندما ننظر لهذه الخريطة، مصر لم تكن تتحدث العربية، إيران لم تكن تتحدث العربية، اللغة العربية تقريبا كانت لا تنتشر إلا في هذه البقعة فقط. ثم لما خرج الإسلام من هذه البقعة حمل شعلته غير العرب بالأساس، لدرجة إن المراكز العلمية الكبرى في العالم الإسلامي انتقلت من الجزيرة العربية، حتى صرنا نذكر الكوفة، البصرة. عندما تقرؤون في البلدان الكبرى في تاريخ المسلمين، الفسطاط، القيروان، سجستان، سمرقند، بخارى، وكلها بلدان لا توجد في الجزيرة العربية. فحملة العلم في الأمة الإسلامية كان غالبهم من الموالي، وهذا بالتأكيد ناتج عن المساواة التي يقرها الإسلام، والتي لا تفرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وبالتالي كل من اعتنق الإسلام اعتبر نفسه صاحب هذا الدين، لا فرق بينه وبين من نزل اللسان بلغته. هذه هي الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية
العلمية الظاهرة العلمية الثانية، هي إنه بدأت العلوم تتمايز، يعني كما تمايز الناس إلى عرب وعجم، وصار العجم، طبعا كلمة العجم يعني كل من ليس أصله عربيا، كما تمايز الناس تمايزت أيضا العلوم. بعد أن كانت العلوم يدخل بعضها في بعض، يعني مثلا عندما ننظر لكتاب مثل صحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري ألف كتابه الصحيح، طيب ضمن في هذا الكتاب، في ضمن كتاب الصحيح اللي هو الجامع الصحيح، ضمن فيه كتابا سماه كتاب التفسير، فكان علم التفسير ماذا؟ جزءا من علم ماذا؟ من علم الحديث. فلم تكن العلوم ماذا؟ متمايزة، هذا التمايز الكامل الذي يحصل أو الذي يحصل بعد ذلك. فبدأت العلوم تتمايز، وبدأ يظهر في عند العلماء تصنيفات، منها العلوم التي يطلقون عليها العلوم العقلية، والعلوم التي يطلقون عليها العلوم النقلية. فالعلوم النقلية شملت القرآن والقراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام، والعلوم العقلية شملت الفلسفة والهندسة والفلك والموسيقى وغير ذلك. كل هذه أطلق عليها ماذا علوما؟ أطلق عليها علوما عقلية، وده طبيعي بعد حركة الترجمة التي تمت في عصر الخليفة المأمون. طيب، فالعلوم بدأت تتمايز، وبالتالي من الطبيعي جدا أن نجد أن الإمام الماتريدي اهتم بالعقائد، اهتم بالتفسير، وإن كان هذا التمايز أيضا، هذا التمايز أيضا لا يعني عدم العلم ببقية الأفرع، وإنما يعني أن المسائل العلمية صارت أعمق مما كانت عليه، صارت تثار مسائل داخل العلم لم تكن موجودة قبل ذلك في عصر الصحابة والتابعين. وبالتالي الدارس لأي علم من العلوم سيحتاج إلى وقت أطول. يعني في عصر الصحابة أنت عندما تحصل التفسير كله تحتاج إلى كتاب واحد، لماذا؟ لأنك لا تحتاج في التفسير إلا إلى الغريب، أليس كذلك؟ لماذا؟ أنت لسانك منضبط، فهمك منضبط، قريب من عصر النبوة، تحتاج فقط إلى أن تتعرف على الكلمات الصعبة. وهذا ما حصل بالفعل، يعني سيدنا عبد الله بن عباس، توجد واقعة شهيرة اسمها مسائل نافع بن الأزرق، مسائل نافع بن الأزرق. ونافع بن الأزرق كان رجلا عربيا يعيش في هذه الفترة التي لم يختلط فيها اللسان العربي بعد، ومع ذلك ذهب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسأله عن بعض الكلمات القرآنية التي لا يعرف معناها. فأنت مثلا عندما تريد أو إذا أردت أن تحصل علما في هذه الفترة المتقدمة لن تحتاج إلا إلى مسائل بسيطة معدودة، ثم تتعمق المسائل بعد ذلك، وتحتاج إلى أن تبذل فيها وقتا أكبر، وبالتالي تجد نفسك مأخوذا ناحية تخصص ما، ناحية فرع ما، ناحية مسألة ما. فلذلك مثلا نجد من الإمام الماتريدي اهتم بالتفسير والكلام والفرق، ولم يهتم بالحديث مثلا، رغم أنه ده من أعجب الأمور، رغم أن الإمام البخاري نشأ في بخار في سمرقند التي هي قريبة جدا من بخار. لم يذكر الإمام البخاري في تفسيره كله ولا مرة واحد، ولم يعز حديثا واحدا في تفسيره كله لإمام من أئمة الحديث، يعني لم يذكر الترمذي، لم يذكر النسائي، لم يذكر مسلم، لم يذكر البخاري في تفسيره كله، وإنما كان يذكر الأحاديث هكذا دون أن يعزوها لمصدر أو كتاب، رغم أنه في هذا العصر كان البخاري كتابه مدون، صحيح مسلم مدون، سنن النسائي مدونة، سنن الترمذي مدون، وهكذا. ده نتيجة اهتمام الإمام الماتريدي البالغ بالكلام والتفسير. طيب، عندما ننظر أيضا إلى بعض أحوال العلوم في هذا العصر سنجد أنه مصطلح علوم القرآن مثلا، مصطلح علوم القرآن الآن عندما تسأل من يدرسون علم التفسير ما معنى كلمة علوم القرآن، يقول لك هذا لقب على علم معين، هذا العلم يعني مجموعة من المباحث التي تتعلق بالقرآن من جهات متعددة، فصارت كلمة علوم القرآن مصطلحا.
قبل ذلك في عصر الإمام الماتريدي لم تكن هذه الكلمة موجودة، وإنما علوم القرآن كلمة كانت تطلق على بعض التفاسير، والإمام الأشعري رحمه الله كان معاصرا للإمام الماتريدي، أليس كذلك؟ أنتم تعرفون ذلك. ومع ذلك سمى كتابه المختزن أو الخازن في علوم القرآن. عندما تبحث عن وصف هذا الكتاب ستجد أنه كتاب في ماذا؟ في التفسير. أيضا الأدفوي المتوفى سنة 388، يعني قريب العهد جدا من الإمام الماتريدي، سمى كتابه الاستغناء في علوم القرآن. أبو الحسن الحوفي المتوفى سنة 430 سمى كتابه البرهان في علوم القرآن. وهي كلها كتب في ماذا؟ كتب في التفسير، وبالتالي لم يكن هذا المصطلح معروفا في عصر الإمام الماتريدي. وإن كانت بعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن مدونة في وسط وبين ثنايا بعض الكتب، يعني مثلا عندما نرجع لكتاب العقل وفهم القرآن للحارث ابن أسد المحاسبي، سنجد أنه دون بعض المباحث التي تعد الآن من علوم القرآن. فعندما ندرس علوم القرآن نقول إن من أوائل من دون في علوم القرآن الحارث ابن أسد المحاسبي، وإن لم يكن مصطلح علوم القرآن معروفا، لكن نقول إنه من أوائل من دون. لماذا؟ لأنه تناول مسائل أسباب النزول، تناول مسائل القراءات، تناول مسائل المكي والمدني في هذا الكتاب. فالعلوم نعم كانت بدأت تتميز، لكنه ليس هذا التميز الذي نشهده الآن. لذلك معرفة المصطلحات مهم جدا. أنا قلت قبل ذلك إنه المصطلحات تعد بمثابة المفاتيح. أنت بغير معرفة المصطلحات لا تستطيع أن تفهم أي علم من العلوم، وبالتالي يجب الواجب الأول على كل طالب علم أن يحرر مصطلحات ما يدرسه من علوم. عندما مثلا تحاكم مصطلح الكناية، وأنا يعني حضرتكم معي الآن مجموعة من دارس اللغة العربية في تفسير الإمام الماتريدي، لا تستطيع أن تقول إن الكناية تعني كذا 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 كما تدرسه الآن من بعد تدوين السكاكي للبلاغة. لم تكن هذه المصطلحات مستقرة. مصطلح التشبيه لم تكن هذه المصطلحات مستقرة. مصطلح الاستعارة، هذه المصطلحات استخدمها الإمام الماتريدي في تفسيره نعم، لكنه كان يتوسع في استخدامها، فليست هي المصطلحات التي حصلت بعد ذلك. وهذا إن شاء الله نتناوله فيما بعد. فالقصد هنا أنه تمايزت العلوم في عصر الإمام الماتريدي نعم، لكنه ليس هو التمايز الذي نضج بعد ذلك ونعيشه الآن. فالدارس عليه أن يكون يقظا لهذه النقطة. أمر آخر متعلق بدراسة تفسير الماتريدي وهو مسألة القراءات. لم تكن القراءات سبعت كما هو الواقع الآن. تعلمون حضراتكم أن ابن مجاهد المقرئ المتوفى سنة 324 كان أول من سبع السبعة، أو أول من جمع القراءات السبع. قبل ذلك كانت القرآن يروى، وكان يقرأه الصحابة، وكان يقرأه التابعون، وكان يقرأه، وبالتالي لا تستطيع أن تقول مثلا بأي قراءة كان يفسر الماتريدي. هل كان يفسر بقراءة حفص؟ هل كان يفسر بقراءة ورش؟ كل هؤلاء لا تستطيع أن تحاكم هذا أو أن تقول هذا في تفسير الإمام الماتريدي، لأن هذه القراءات لم تكن قد انتشرت بعد. وبالتالي ستجد أن الإمام الماتريدي في تفسيره أحيانا يفسر بقراءة حفص، أحيانا يفسر بقراءة غيره. قلنا أنه في هذا العصر كان علم الحديث قد نضج نضجا كبيرا، فألفت الكتب السنن المعروفة ودونت المسانيد المشهورة، فكان موجود بالفعل بين يدي أهل العلم صحيح الإمام البخاري،
كان موجود صحيح الإمام مسلم، كان موجود سنن النسائي، كان موجود سنن أبي داود، كان موجود سنن الترمذي، كان موجود سنن ابن ماجة. فالمدونة الحديثية كانت شبه مكتملة في عصر الإمام الماتريدي. وبالتالي أنت لما تيجي تدرس مثلا الحديث في تفسير الماتريدي تحاكمه إلى هذا النضج وإلى هذا الاكتمال، لكنك لا تستطيع في الوقت نفسه أن تحاكمه للنضج الذي حدث بعد ذلك في البلاغة مثلا. هناك ماذا؟ هناك فرق. الآن المدونة الحديثية نضجت مبكرا، لماذا؟ لأن علماء الإسلام كانوا يريدون الحفاظ على الإسلام، فجمعوا القرآن منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا وحفظا، وجمعوا السنة أول ما جمعوا، فكانت المدونة الحديثية شبه مكتملة بخلاف ما حصل بعد ذلك مع بقية العلوم. علم الفقه أيضا في عصر الإمام الماتريدي كان قد وصل إلى مرحلة متمايزة، فبدأ يظهر عندنا مدرسة الأثر ومدرسة الرأي. وزي ما بيقول الشيخ محمد زاهد الكوثري عليه رحمة الله، تعرفونه جميعا ليس كذلك؟ هو شيخكم وبلديكم ليس كذلك؟ له كتاب لطيف أوصي طلاب الفقه بقراءته ولعلهم يعرفونه، فقه أهل العراق وحديثهم. يقول إن مدرسة أهل الرأي أطلقت عليهم لأن لهم الدقة البالغة في استنباط الأحكام، وهذا لا يعني أو لا يلزم منه أن لا يكون الشافعية من أهل الرأي، بل كل فقهاء الإسلام من أهل الرأي، وكلهم من أهل الأثر، كلهم يستشهد بحديث رسول الله، كلهم يرجع إلى القرآن، كلهم يرجع لأقوال الصحابة والتابعين، وكلهم يستخدم القياس. لكن ما الفرق بين المدرستين، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي؟ أن أهل الرأي توسعوا في القياس فنسبوا إلى ماذا؟ فنسبوا إلى هذا. ففي هذا العصر كانت المدارس الفقهية أيضا متميزة، لذلك وأنت تقرأ في تفسير الإمام الماتريدي تستطيع بكل سهولة أن تقول إنه من مدرسة أهل الرأي، إنه من مدرسة أهل الرأي، وتحديدا مدرسة الأحناف. والإمام الماتريدي من الناحية الفقهية، أخوانا اللي بيدرسوا الفقه، هذا الأمر يحتاج إلى بحث، أنا لا أجزم به، لكن تستطيع أن تعده من طبقة مجتهدي المذهب الحنفي، من طبقة مجتهدي المذهب الحنفي. الرجل كان في تفسيره يتصرف بكل حرية، فكان يختار أحيانا رأي أبي حنيفة، أحيانا رأي يختار رأي محمد، أحيانا يختار رأي أبي يوسف. فهذه يعني مادة بكر لبحث أصيل يوضح مكانة الإمام الماتريدية الفقهية. فالقصد هنا أنك عندما تقرأ في تفسير الماتريدي تستطيع بكل سهولة أن تقول إن هذا الرجل من مدرسة ماذا؟ من مدرسة الحنفية أو مدرسة أهل الرأي من الناحية الفقهية. بالرغم من ذلك، فالمنطقة التي عاش فيها الإمام الماتريدي وجد فيها فقهاء من مذاهب مختلفة، مما جعل الإمام الماتريدي في تفسيره يرد على هؤلاء. يعني الإمام الماتريدي في تفسيره أحيانا في الفقه كان يقرر المسائل الفقهية وفق مذهب الحنفي، يستنبط من الآيات ما يؤيد مذهب السادة الحنفية، وأحيانا كان يستنبط من الآيات ما يرد على مذهب الشافعية. وهو الدارسين بتاريخ المذاهب الفقهية يعلم إنه الخناقة، نقولها بالمصري، الشجار دائما بين الحنفية والشافعية، غالبا الشجار الفقهي بين النقاش الفقهي دائما بين الحنفية والشافعية. فكان الإمام الماتريدي يرد في تفسيره أحيانا على بعض استدلالات الشافعية في المسائل الفقهية. الشافعية كانوا موجودين في هذه البلدان ولهم تواجد ولهم حضور، وكانوا يختلطون بالحنفية، لذلك هذا التواجد الفقهي المتنوع أثر على الإمام الماتريدي في تفسيره، فصار يتناول المسائل الفقهية في تفسيره بطريقة فيها لحاظ إما تقرير وتأييد مذهبه ليرد على الخصوم، أو بلحاظ نقاش الخصوم والرد على ما يستدلون به من آيات القرآن. المالكية أيضا وجدوا، لكن لم يكن لهم وجود قوي. الظاهرية أيضا وجدوا في هذه المرحلة التاريخية في هذه المنطقة. علم الكلام أيضا في منطقة سمرقند كان موجودا بقوة، ويبدو أنه
الحضور الكلامي في هذه المنطقة كان يعني قوية للغاية، لدرجة أنه أفرز لنا شخصية عظيمة كشخصية الإمام الماتريدي رحمه الله. والشخصية العظيمة دائما ما يظهر بجوارها شخصيات عظيمة أخرى من مذاهب مختلفة. هذا التفاعل بين أرباب الفرق الإسلامية يظهر معادن وأفكار هذه الفرق. فنجد الإمام الماتريدي في نفس المنطقة رجل من كبار متكلمي المعتزلة كالنظام، رجل من كبار الفلاسفة زي أبو سهل أبو زيد سهل البلخي، وهما شخصيتان لو حضراتكم قرأتم في كتب التراجم ستجدوا أنه في مدح كبير جدا لهاتين الشخصيتين ولعلمهما. التفاعل مع هذه الشخصيات أثر على الإمام الماتريدي وفي تناوله أيضا لبعض المسائل الفقهية في تفسيره. أنا يهمني أن أقول لحضراتكم أن الإمام الماتريدي واحد من ثلاثة ظهروا في وقت واحد في العالم الإسلامي. لو قلنا أن هذه هي خريطة العالم الإسلامي وأن هذا العالم فيه وسط وفيه مغرب وفيه مشرق، فسنجد أنه ظهر هنا في بلاد ما وراء النهر الإمام الماتريدي، ظهر هنا في العراق الإمام الأشعري، ظهر هنا في مصر الإمام الطحاوي. الإمام الماتريدي توفى سنة 333 هجرية، من الأشعري توفى سنة 321 هجرية، الطحاوي توفى سنة 324 هجرية. الثلاثة لم يتعلموا على أستاذ واحد، لم يجلسوا في مجلس واحد، لم يذكر كتاب التاريخ أنهم التقوا في يوم من الأيام، ومع ذلك جاءت عقائدهم واحدة. فعقيدة الأشعري هي عليها عقيدة الماتريدي، هي عليها عقيدة الإمام الطحاوي، العقيدة الطحاوية المشهورة المعروفة. هذا التشابه في تدوين العقائد يدل على أولا صفاء المصدر، أن عقائد هؤلاء الأئمة الثلاثة هي بعينها عقائد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. الأمر الثاني يدل على وحدة التحدي، أنه وجد تحدي فكري ثقافي في العالم الإسلامي، المعتزلة، الفلاسفة، المجسمة، المشبهة، الباطنية، فوحدة التحدي تنتج في الغالب وحدة الفكر، خاصة إذا كان الأساس أو المنبع أو الأرضية التي يتحركون منها واحدة. فلذلك جاءت هذه العقائد متشابهة، لكن اثنان منهم حنفيان هذا تفرحون به أعتقد، والإمام الأشعري يتنازعه الشافعية والمالكية، لكنه إن شاء الله شافعي. طيب، فعلم الكلام في هذه الفترة كان قد نضجا كبيرا على يد هؤلاء الأئمة الكبار. والإمام الماتريدي رحمه الله حنفي كما قلنا، فهو يرجع في أصوله الكلامية والفقهية والأصولية إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الإمام الطحاوي كذلك حنفي، لذلك ستجدون في العقيدة الطحاوية ذكر لصفة التكوين وذكر لتنزيه الله عن الجهاد، عن الجهات والحدود والغايات والأركان. لذلك ستجدون أيضا أن غالب شراح العقيدة الطحاوية ماتريدية، يعني هي عقيدة ماتريدية شراحها كلهم ماتريدية إلا واحد ليس حنفيا ولكنه يسمي نفسه الحنفي، وهو ابن أبي العز الحنفي. هو جعل هذه العقيدة تيمية وهي عقيدة لذلك كان يرد على الإمام الطحاوي في الشرح. ولذلك أنا أتعجب الحقيقة من عناية بعض أهل العلم بهذا الشرح الشاذ، هذا الشرح الوحيد الذي شرحها بخلاف كل الشراح دون غيره. يعني أنت إذا أردت أن تشرح العقيدة الطحاوية فانظر إلى الشراح جميعا واستفد منهم جميعا، لكن أن تجعل الشرح الوحيد الذي يعبر عن هذه العقيدة هو شرح ابن أبي العز الحنفي، فهذا عندي يضع علامة
علامة استفهام كبيرة، خاصة إذا علمنا أنها عقيدة ماتريدية. الرجل ذكر في هذه العقيدة قدم الصفات، وقدم الصفات رأي ماتريدي، لأن الأشاعرة يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال، يقولون أن صفات الأفعال هي متعلقات القدرة والإرادة فهي حادثة، أما الصفات القديمة التي هي صفات المعاني فهي قديمة. أما الماتريدية الحنفية فماذا يقولون؟ يقولون كلها قديمة، وهو نص على ذلك في العقيدة الطحاوية. فالقصد أنه نحن أمام العقيدة الطحاوية الماتريدية، التي طبعا هي ليست ماتريدية بمعنى أنه استقاها من عقائد الماتريدي، ولكنها ماتريدية بمعنى أنها حنفية. لنلاحظ أمر مهم جدا، وهو احنا قلنا ان الامام الطحاوي لم يتتلمذ على الامام الماتريدي، لانه من نفس الطبقه، لانه من نفس الطبقه. نحن نقول الان ان العقيده الطحاويه ماتريديه باي معنى؟ بمعنى الاتفاق مع ما قرره الماتريدي. طب لماذا لم نقل ان كتاب التوحيد طحاوي؟ لماذا لم نقل ان ما دونه الماتريدي طحاوي؟ لان الذي اشتهر بنصره عقيده اهل السنه وفق راي الاحناف هو الامام الماتريدي. لذلك كل حنفي ماتريدي، وكل ماتريدي حنفي، حتى يطلق على الماتريدية الحنفية، يقولون الحنفية، ويقصدون بهم الماتريدية في الأصول، الحنفية في ماذا؟ الحنفية في الفروع. فعندما نقول، أؤكد مرة أخرى، عندما نقول أن العقيدة الطحاوية ماتريدية، لا نقصد بهذا أن الإمام الطحاوي تتلمذ على يد الإمام الماتريدي، وإنما نعني أنه دونها وفق الأصول التي وضعها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فجاءت متفقة مع ما دونه الإمام الماتريدي، ونسبنا هذه العقيدة للإمام الماتريدي لأنه هو الذي تفرغ لها وحررها وقررها ونصرها، وصارت له مدرسة وصار له تلاميذ فنسبت إليه. وهذا أمر مهم جدا في مسألة نسبة المذاهب إلى أربابها. لمن تنسب المذاهب؟ المذاهب في العادة تنسب لمن تفرغ لها. يعني عندما نقول مثلا قراءة حفص، هل حفص هو الذي أنشأ هذه القراءة؟ لا، حفص قرأ القراءة التي تلقاها عن مشايخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول فقه الشافعية أو صلاة الشافعية أو صلاة الحنفية، هل الإمام حنيفة هو الذي جاءنا بكيفية وأنشأ كيفية هذه الصلاة؟ فالمذاهب تنسب إلى من تفرغ لها وحررها. فهذه العقيدة، هذا ما أؤكده لحضراتكم الآن، هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما نسبت العقائد لهؤلاء الأئمة الثلاثة، ونسب الفقه لهؤلاء الأئمة الأربعة، ونسب التصوف أو التزكية لأئمة التصوف والتزكية. لماذا؟ لأنهم هم الذين تفرغوا لها وحرروها ودققوا في مسائلها ودونوا فيها وكونوا مدرسة علمية، فنسبت إليهم هذه العلوم التي مصدرها والتي مرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العصر أيضا كان فيه اشتغال بالفلسفة، فكان في هذا العصر الكندي، لما يعني نقول مثلا فلاسفة المسلمين، الكندي، الفارابي، ابن سينا، دول فلاسفة المشرق، فلاسفة المغرب، ابن باجة، ابن طفيل، ابن رشد، دول أشهر الفلاسفة عندنا العالم الإسلامي، مشرق وماذا؟ ومغرب. أبرز فلاسفة المشرق المشتغلين بالفلسفة من المشرقيين الكندي، الفارابي، ابن سينا، دول أشهر الفلاسفة. المغرب، ابن باجة، ابن طفيل، ابن رشد، تمام؟ فكل هؤلاء أو بعضهم على الأقل كان موجودا في عصر الإمام الماتريدي، وكان قد توفي في عصر، يعني الإمام الماتريدي ولد بعد وفاة بعضهم، وبالتالي نستطيع أن نفسر ما نقرأه في تفسير الإمام الماتريدي من ردوده على بعض الفلاسفة. يعني في تفسير الإمام الماتريدي ردود على بعض مقولات الفلاسفة. من هم الفلاسفة؟ هترجع للفلاسفة الذين كانوا موجودين قبل الإمام الماتريدي، اللي هم تحديدا الكندي والفارابي. الكندي توفى سنة 260، الكندي توفى سنة 260، الفارابي توفى سنة 339، يعني كان معاصر الإمام الماتريدي، يعني كان يعيش في نفس الفترة التاريخية التي يعيش فيها الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى.
طيب، لن أطيل عليكم كثيرا حتى نستوعب ما قلناه. سنختم بكيف أو ما هي أسانيد الإمام الماتريدي رحمه الله في تفسيره، إلى ما أو إلى من يرجع علم الإمام الماتريدي رحمه الله. منطقة ما وراء النهر كما تعلمون أو كما نقرأ في كتب التاريخ فتحها القائد المسلم قتيبة ابن مسلم الباهلي، قتيبة ابن مسلم الباهلي. وقتيبة ولاه الحجاج سنة 86 من الهجرة. أول مسجد بني في سمرقند سنة 94 من الهجرة. فسمرقند ومنطقة وسط آسيا من المناطق العريقة في تاريخ الإسلام، يعني الإسلام فيها قديم. أول مسجد بني في سمرقند بلد الإمام الماتريدي كان هو المسجد الذي شيده القائد المسلم قتيبة ابن مسلم الباهلي سنة 94 من الهجرة. من هم أول من وطئت أقدامهم هذه البلاد من الصحابة والتابعين وأهل العلم، عشان نعرف إلى من يرجع علوم هؤلاء المسلمون وإلى من يرجع علم الإمام الماتريدي من الصحابة والتابعين؟ سنجد أنه صاحب القند، القند ما معنى كلمة القند؟ القند الحلوى، نعم الحلوى أو السكر. القند في ذكر علماء سمرقند، القند القند في ذكر علماء سمرقند. القند في لغة المتدلس الآن بمعنى السكرية كما قال الأخ، ومعنى آخر بلغة تركية هو كين. كين وقند يلفظ في دول الأسر الوسطى والأوزبكستان بالكاف بالقاف، والأسر ينطقونه بالكاف. كان بالمعنى مدينة، مدينة بالمعنى نفسه، ولكن قند أعتقد يرجع إلى كينت يعني المدينة المنطقة هكذا سمعنا. هل سمرقند الآن اسمها سمرقند ولا ماركاندا؟ سمرقند. إذن هذا جيد، لأنه أنت تعرف بارتولد، أنت تعرف بارتولد، هذا مستشرق ألماني ألف كتابا كبيرا اسمه تاريخ تركستان، تاريخ تركستان، وأرخ فيه لهذه المنطقة جميعا. قال فيه إن منطقة سمرقند يطلق عليها السكان المحليون الآن ماركاندا، وهذا شيء عجيب، يعني أنتم الآن تقولون غير ما يقوله هذا الرجل. تقال سمرقند هكذا حتى لا. طيب، فصاحب القندي في ترجمته للمفسر التابعي المعروف أبو العالية الرياحي، عندما تبحثون في تفسير مثلا الطبري عن أبو العالية الرياحي تجدون له مرويات في التفسير، تفسير كثيرة، يقول إنه اسمه بالكامل أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي البصري، يقول إنه أول من أذن وراء جيحون، أول من أذن وراء جيحون عبر معه، عبر هذا النهر معه. فهنعد بقى، سعيد بن عثمان بن عفان، سعيد بن عثمان بن عفان وهو أول من عبر، أول من عبر هذا النهر ليدخل أهلها إلى الإسلام، من؟ سعيد بن عثمان بن عفان. وقال سعيد بن جناح البخاري في كتاب القبلة: ثم اعتبروا بأهل سمرقند ومن نزل فيها، نزل فيها قسم بن عباس أو قسم ابن عباس، ونزل فيها سعيد بن عثمان بن عفان، ومن التابعين، وهؤلاء من الصحابة، هؤلاء من الصحابة قسم بن عباس وسعيد بن عثمان بن عفان، ومن التابعين محمد بن واسع وبرد مولى أنس بن مالك وخليد بن حسان وأبو العالية. يبقى هؤلاء هم معلمو أهل سمرقند وما وراء النهر الأوائل، هؤلاء هم أسلاف أهل هذه البلاد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. في هذه الفترة
التي عاش فيها الإمام الماتريدي كانت سمرقند مركزا للعلم والعلماء، كما كانت بخارى أيضا مركزا للعلم والعلماء. الحركة العلمية في بلاد ما وراء النهر شهدت نشاطا ملحوظا، يعني العالم الإسلامي كله كما قسمناه إلى دائرة كبيرة هي دائرة الدولة العباسية، ثم وضعنا داخل هذه الدائرة الكبيرة دائرة أصغر هي دائرة الدولة الثمانية، كذلك سنقول إن هناك نشاط علمي عام شمل الأمة الإسلامية جميعا، وهناك نشاط علمي خاص كان موجودا في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. ففي علم الحديث مثلا نجد أن ثلاثة من جامع دواوين السنة النبوية من هذه المنطقة، من منطقة ما وراء النهر، سمرقند وبخارى. فالإمام البخاري مولود في بخارى، الإمام الترمذي المولود في ترمذ سنة 209 والمتوفى سنة 279 هجرية، وترمذ تقع الآن في سمرقند، والترمذ حتى الآن البلد يسمى بهذه الأسماء، ما تغير. نعم ما شاء الله. الإمام الدارمي أيضا، الإمام الدارمي أيضا مولود في سمرقند وتوفي بها سنة 255، فثلاثة من جامع دواوين السنة من أهل هذه المنطقة المباركة التي نتحدث فيها. عندما نتحدث مثلا عن علم الفقه، علم الفقه، سنجد أن هذه المنطقة حفلت بعلماء الفقه من المذاهب المختلفة، فنجد مثلا في هذه المنطقة الإمام الماتريدي، أو الإمام الماتريدي كان فقيها حنفيا. أنا قلت لحضراتكم أنه معدود من طبقة مجتهدي المذهب الحنفي، والإمام الماتريدي له مشايخ، فمن مشايخه نصير بن يحيى البلخي، كان فقيها حنفيا معروفا أيضا، توفي سنة 268 من الهجرة. وفي هذه المنطقة أيضا كان هناك الفقه الظاهري موجود في هذه الفترة التاريخية، فعندنا أبو علي الحسين ابن علي ابن عبد الله السمرقندي كان يروي عن داود. من هو داود؟ داود الظاهري كان يروي عنه كتبه، وذكر أن المذهب مذهب داود بغدادي، ذكروا أن داود مذهبه انقرض ببغداد وبقي بشيراز، معنى ذلك أن المذهب الظاهري استمر فترة في هذه المنطقة. لذلك ستجدون الإمام الماتريدي وأنتم تقرؤون هذا التفسير يرد على من يسميهم أصحاب الظواهر، وهذا مصطلح أيضا لا يشمل فقط الظاهرية وإنما يشمل غيرهم كما سنقول بعد ذلك إن شاء الله تعالى. كما وجد أيضا ما يسمى بفقه الحديث، أو الفقهاء المشتغلين بالحديث، أو المحدثين المشتغلين بالفقه. فوجد أيضا أبو حاتم محمد بن حبان السمرقندي، يقال عنه أنه ممن بلغوا رتبة الاجتهاد. فهذا النشاط، هذا التدافع، هذا الحراك الفقهي لا شك أنه سيؤثر على الإنتاج العلمي للإمام الماتريدي، وسيؤثر بالتالي على تفسيره. علم الكلام كما قلنا لحضراتكم كان من أبرز علمائه من أهل السنة الإمام الماتريدي ومدرسته. كما وجد أبو زيد البلخي قلت لكم إنه من كبار الشخصيات في تاريخ المسلمين، لكن للأسف لم يصل إلينا شيئا من كتبه. أيضا أبو القاسم الكعبي من كبار متكلمي المعتزلة، ورد عليه الإمام الماتريدي كثيرا في تفسيره كما رد على غيره، وألف كتبا خاصة في يعني تخص الرد على بعض آراء الكعبي في الأصول، وله كتاب آخر في الرد على الكعبي في فروع الدين. يبدو لي أن المجتمع في سمرقند بما أنه كان مجتمع اقتصاديا فيه رخاء، مجتمع فيه هذا التدافع الفكري، أنه كان مجتمع حر، كان مجتمعا حرا. والحقيقة أنه الأفكار النيرة في تاريخ المسلمين تظهر دائما في المجتمعات الحرة. المسلمون لا يخافون من وجود الأفكار الشاذة، لا يخافون من وجود الأفكار التي ربما لا توافق كثيرا الكتاب والسنة. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الحق قوي بذاته. هذه الأفكار لابد أن تظهر حتى يرد عليها أهل العلم وحتى يبينوا ضعفها.
فليس من مصلحة العلم وليس من مصلحة المجتمع المسلم وليس من مصلحة العلماء أن يكون هناك كبت للحريات، لأنهم إذا قبلوا أن تكبت الحريات لمعارضيهم الآن ستكبت على الكل بعد ذلك. فلذلك عندما نتأمل في العصر الذهبي للمسلمين، وهو عصر النهضة في الإسلام كما يسميه آدم ميتز عندما ألف كتابه عصر النهضة في الإسلام، قال هو القرن الرابع الهجري. هذا القرن وجدت فيه حريات كثيرة جدا، كل الأفكار في العالم الإسلامي كانت منتشرة، كانت موجودة، وكانت مجالس الخلفاء تعمر بالنقاشات العلمية والجدال العلمي بين أهل العلم. المآتم كانت تحيا، هذه المآتم عندما يموت إنسان كان الناس يذهبون إلى بيته ويحيون ليلهم بالنقاش العلمي سواء في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع. وبالتالي وجود هذه الشخصيات العلمية الرصينة في المذاهب المختلفة أوجدت لنا أيضا ونفعت الإسلام أيضا، فأوجدت شخصية علمية كبيرة كالإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. وبالتالي نحن نقول إن الحق قوي بذاته، نحن لا نخشى من وجود الفكر الشاذ والأفكار المنحرفة، نحن نريدها أن تظهر لنرد عليها ونبين ضعفها، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، فلا داعي من حالة الهلع أو الخوف من كل رأي يظهر أو من كل إنسان يقول رأيا أو كذا. نحن ولله الحمد ديننا قوي، قواعدنا العلمية قوية، نستطيع أن نرد على هؤلاء جميعا، لكننا لا نقبل أن لا تكون هناك حرية في عرض هذه الأفكار إذا كان عند بعضهم ما يعرضها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه العلماء كانوا مبجلون في هذه المنطقة، هذه المنطقة من العالم الإسلامي كان العلم فيها، العلماء فيها كانوا يعني مبجلون جدا من الخلفاء والأمراء قبل العوام. لما نقرأ مثلا في نص من كتاب أحسن التقاسيم يقول إقليم المشرقي، احنا قلنا بقى حركم إقليم المشرقي يشمل ما وراء النهر ويشمل منطقة خراسان، يقول إقليم المشرقي هو أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلماء ومعدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام المحكم وحصنه الأعظم، دينا مستقيما وعدلا مقيما في دولة أبدا منصورة مؤيدة، فيه يبلغ الفقهاء درجات الملوك، فيه يبلغ الفقهاء درجات الملوك. يعني لما تيجي تفسروا لماذا ظهر الإمام الماتريدي بهذا الفكر النير ولماذا انتشرت أفكاره في هذه المنطقة بالذات من العالم الإسلامي وفي هذا الوقت بالذات من العالم الإسلامي، هتجدوا أنه أمر إحنا قلنا عليه اللي هو الحرية الفكرية، النقاش، الجدال، التدافع الفكري، هذا يظهر الحق ويقوي من الحق أكثر. الأمر الثاني تبجيل العلم والعلماء، الأمم لا تتقدم إلا بالعلم، إذا صار أهل العلم في كل أمة مقدمون تقدمت الأمة، إذا تأخر أهل العلم في أي أمة من الأمم فالأمة تتأخر. لذلك أنت تستطيع أن تتنبأ بمستقبل الأمم من خلال موقع العلم والعلماء في هذه الأمة. لذلك حضراتكم يعني إذا أردتم أن تتعرفوا على مستقبل العالم الإسلامي الآن فانظروا إلى ميزانية التعليم في ميزانيات الدول الإسلامية لتقفوا على الحقيقة المرة. طيب أيضا يقول إنه كان من رسوم الأمراء في هذه المنطقة أنهم لا يكلفون العلماء تقبيل الأرض، يعني كان عادة قديمة إنه تقبل الأرض من العوام بين يدي الأمير أو الخليفة كمزيد احترام، العلماء لا يفعلون، الناس تفعل ذلك لكن العلماء لا يفعلون، وهذا معناه عناية وهذا معناه تبجيل وهذا معناه احترام شديد لأهل العلم. حتى إنه كلمة أستاذ التي تقولونها الآن، أول ما ظهرت هذه الكلمة ظهرت في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، وكانت تعني هذه الكلمة شيخ الإسلام، يعني كلمة أستاذ في عصر الماتريدي تساوي الآن أو تساوي شيخ الإسلام في عصر الدولة العثمانية، يعني المقدم بين أهل العلم، أعلم المشتغلين بالعلم. وجد هذا اللقب، لقب الأستاذ، في عهد إسماعيل الثاماني،
هذه المنطقة أيضا بالإضافة للمذاهب المختلفة الإسلامية حفلت بالأديان، فكان هذه المنطقة فيها بقايا البوذية، وجد فيها في عصر الماتوريدي، وجد فيها النصارى أهل الكتاب، وجد فيها الملحدون الذين لا يدينون بأي دين. لذلك ستجدون في تفسير الماتوريدي وأنتم تقرؤون فيه رد، ستجدون الردود المختلفة على الملحدين، على الثانوية القائلين بإلهين اثنين، رد على عباد الأصنام، رد على الزنادقة، وكل هذا من أثر البيئة التي عاش فيها الإمام الماتوريدي رحمه الله تعالى. قلنا أنه أيضا من الظواهر العلمية المهمة اللي هتجدوها التي ستجدونها في تفسير الماتوريدي أنه في نزعة فارسية. الإمام الماتوريدي كان يستخدم بعض العبارات الفارسية في تفسيره لتوضيح بعض الأمور لطلابه، وأنا قلت لحضراتكم أنه كان يملي تفسيره على بعض الطلاب، فهذا الإملاء يستدعي توضيح بعض الكلمات وتوضيح بعض الكلمات بلغة مغايرة، يعني انتشار هذه اللغة أو حضورها على الأقل. والدارسون لهذه الفترة التاريخية يعلمون أن الأمراء الثمانيين كانوا يحرصون حرصا شديدا على إعادة الناس إلى اللغة الفارسية وإحياء القومية الفارسية في هذه الفترة التاريخية، لدرجة أنه هذه المنطقة ارتدت تماما عن التحدث بالعربية وأصبحت حتى يومنا هذا تتحدث إما الفارسية وإما التركية. فهذا أيضا كان له أثره في تفسير الإمام الماتوريدي. هذه المنطقة أيضا أو يعني في هذه الفترة التاريخية أيضا وجدت بعض المظاهر الدينية التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا، فوجدت بعض المزارات والقبور التي كانت تزار وتحترم من قبل المسلمين في هذه الفترة، فقبر الصحابي قاسم بن العباس الذي كان من أوائل من فتحوا هذه البلاد اعتنى بقبره الناس وبنوا على قبره ضريحا وكانوا يزورونه ويتبركون به إلى آخره. ثم لما ظهر الإمام الماتوريدي رحمه الله دفن بجوار قاسم بن العباس وصار قبره أيضا مزارا يتبرك به ويزوره الناس وكذا. يقولون في البلد قسم، قسم، إذن هو قسم بن العباس هذا الصحابي، نعم هذا الصحابي الجليل كان له مزار، وكان كل وجيه وكل عالم يعني يوصي بأن يدفن في المقبرة التي فيها قبر قسم بن العباس التي يقترب منها أو في محيطها فيما أعتقد قبر الإمام الماتوريدي رحمه الله تعالى. هذا سيفيدنا أيضا في فهم طبيعة التدين في المجتمع المسلم في هذه المرحلة التي ألف فيها التفسير. فكون أن المسلمين يبنون مشاهد على بعض المقابر أو يزوروا بعض المقابر أو يبجلوا بعض الشخصيات، هذا ليس دخيلا على المسلمين، وإنما هو وجد منذ العصور الأولى وأقره العلماء منذ العصور الأولى، ولا يوجد فيه ما ينكر طالما أن الزائر سيزور وفق السنة النبوية المطهرة ولم يتجاوز في زيارته. أيضا هذا بيعطينا دلالة على طبيعة التدين من حيث التصوف، هل كان التصوف موجودا في هذه المنطقة من العالم أو ليست موجودة، وما موقف الإمام الماتوريدي من التصوف. سنجد أنه التصوف ظهر في هذه البلدان يعني مبكرا. طبعا التصوف كما قلنا لحضراتكم هو كالفقه، هو كالعقيدة، أطلق على بعض الناس لعنايتهم الشديدة بجانب التربية والتزكية. فالمتصوفة لم يخترعوا دينا جديدا، وإنما اعتنوا بجانب من جوانب الإسلام، وجانب الإحسان الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سنجد أن هذا الإقليم أو هذه المنطقة من العالم كان فيها واحد زي شقيق البلخي المتوفى سنة 153، وشقيق البلخي قيل إنه أول من تكلم في علم الأحوال، أول من تكلم في علم الأحوال، يعني الأحوال التي تعرض لقلب السالك. فأحيانا يجد السالك قبضا، أحيانا يجد البسط، أحيانا يجد الانشراح، أحيانا يجد الإخبات، أحيانا يجد الخشوع. ما تفسير هذه الأحوال؟ أول من تكلم في هذا هم السادة الصوفية رضي الله عنهم. فشقيق البلخي كان يعيش في هذه المنطقة. أيضا حفص أبي حفص عمرو بن سالم الحداد النيسابوري متوفى سنة 270، أبو تراب النخشبي وجد في هذه الفترة. الإمام الماتوريدي نفسه، الإمام الماتوريدي نفسه كان متصوفا، وكان يلقب ب إمام الفريقين،
إمام الفريقين يعني فريق أهل الظاهر والباطن، وكان يطلق عليه أو كان يقال عنه أنه من أوتاد الملة. وكلمة وتد مصطلح صوفي صوفي معروف عندهم، الأقطاب والأوتاد والأبدال، وهذه الأمور جميعا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام السيوطي عليه رحمة الله له رسالة في تحسين هذه الأحاديث، فالإمام الماتريدي أطلق عليه هذا. وسنذكر عندما نعرفكم بالإمام الماتريدي بعض كرامات الإمام الماتريدي عليه رحمة الله تعالى، حيث روى، وأختم بهذا، حيث ذكر النسفي في كتابه القند أن الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى رأى الخضر عليه السلام في بعض مساجد سمرقند، وسأله أن يدعو الله عز وجل له فدعا له. بغض النظر عن تصديقنا لهذا أو عدم تصديقنا، لكنه يدل على حضور هذه المفاهيم وعلى تصوف ما عرف به الإمام الماتريدي رحمه الله. وهذا أيضا سيعطينا إشارة على موقف الإمام الماتريدي من التصوف والمتصوفة، وسيعطينا أيضا دلالة على السر في الهجوم الموجود في تفسير الماتريدي أحيانا على بعض من يسميهم المتزهدة. فإذا الإمام الماتريدي كان متصوفا، لكنه كان ينتقد بعض المتصوفة الذين يغالون في التصوف. سنقف هنا ونكتفي بهذا اليوم حتى لا أطيل على حضراتكم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وأشكر حضراتكم للحضور والاستماع، وأنا طالب علم مثلكم تماما. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.